حميدة تا واش القضية هذي؟ يا ولدي مرتك عيطت لمرتي، عرضتها على قهوة نتاع المزيود الجديد هذا اللي زدتو جبتوه. انت كيفاش يا حميد؟ انت كل 9 شهور ديروا لنا قهوة وتعرضوا في نسان تاعنا، تظلوا تغرموا فينا بميتين ميتين. ايوا يصرع الخدمة هذه، يا والرابع هذا حميد كيفاش تفرحوا بها حميد؟ انتم ما تجيبوها فرحات فرات، فرحة فراحة فرح فرات ولا؟ يا الناس في الدول المتقدمة وفي المدن الكبيرة يفرحوا بالأول، المرأة كي تجيب الأول يفرحوا بها، يديروا لها الزريري، يعطيوها لي كادو الباروك. أما الثاني والثالث والرابع والسابع واحد اللي يسمع بيه، أنت كل 9 شهور مديرها لي حرفة باغي تشريلو على ظهورنا ولا؟ يا وكيفاش تجي المرأة وما تمدش الباروك باش تردوا لنا التوت توت على الحيوط؟ يصلح حميد الخدمة الردمة هذي اللي راكم ديروا فيها، هذي خدمة السقاطة. يا كل 9 شهور ما يصلحش يا حميد، كل 9 شهور مانيش ضد يا حميد، خلي نهضر على تكوبي، خلي نهضر فيها، خلي نفهمك اخويا. انا مانيش ضد الولاد يا راجل، جيب على روحك جيب حتى 70، انا ضد هاد الحفلات نتاع كل 9 شهور اللي تلمنا في النساء نتاعنا تحشم فيهم وتجيب فيهم على صابلي نتاع 4500 ونص كاس جي وهما يدفعوا في 200. ما جاتش يا حميد في 200، اروح خرج المراه، اروح خرجها. هذا حفاف، هذا حمام، جيب لي الخوات، جيب لي القندوره، جيب لي جدي. هاو ياسر حميد، هاو ياسر الخدمه اللي ديروا فيه. راح لي المال والبانون، ولينا فافافا. يا حميد انت يا حميد ديجا راك طلاب، انت كي عاد تهضر على المال والبانون راك طلاب، علاه ما تبازيش على المال الاول؟ ها ولا جاتك في البانون سهله؟ وزيد كل 9 شهور مرتك تكونفوكي في النسان تاعنا وتتغرم فينا وما يصلحش الخدمه هذه يا حميد. اسمع يا حميد من الاخر، نجيبها لك من الاخر، مرتي ما تجيش راهي مريضه، مريضه تفكر لها اي مرض ولصق وطاحت تكسرت على 8 ما تقدرش تجي. صح يا حميد؟ صح صح. اللي رين هذول.